طبعا النادي الاهلي 3-0 يعتبر نتيجه محسومه، ان شاء الله يقدر ان هو يكمل الاحتفاليه النهارده بالفوز الكبير، يبقى فوز ريكورد على جورماهيا، ويكمل احتفاليته بالفوز ببطوله الدوري زي ما اتفق مع الاتحاد الافريقي. طيب زي ما انت ذكرت دلوقتي ان النادي الاهلي يعتبر خلاص ضمن الموضوع بالفوز 3-0، مباراه العوده هيكون شكلها عامل ازاي؟ كولر هيلعب ازاي؟ الخطه بتاعته، اللعيبه اللي هيعتمد عليها، هل مثلا هيريح اللعيبه الاساسيه بما انه خلاص ضامن الفوز؟ بص خليني اقول لك ان الاهلي ما عندوش لعيب اساسي الاساسي ولعيب احتياطي، الاهلي فريق قوي يعني اللي بيبدا بالتشكيله اقصد يعني. لا هو طبيعي ان هو هيبدا بالتشكيله الاساسيه، لان هو الحسابات بتاعته اعتقد هتكون مرتبطه بمباراه السوبر الاسبوع الجاي مع نادي الزمالك، السوبر الافريقي اللي هتكون في الرياض، فهيكون بيجهز لعيبته. خلي بالك احنا في فتره بدايه موسم، فهو محتاج يرجع اللعيبه للفورمه الفنيه، ودي مش هتيجي غير بالمباريات، ومفيش فرصه احسن من ان هو بيلعب مباراه رسميه وسط حضور جماهيري كبير. فطبعا الجماهير دي جايه عشان تحتفل مع لاعبتها بالفوز وبالفوز ببطوله الدوري، يعني احتفالين مع بعض. فبالتالي لا، كولر مش هيبقى عنده اوبشن ان هو يغير كتير، هيبقى عايز يلاعب اللعيبه اللي هيعتمد عليها بشكل اكبر في المباراه اللي جايه، كمان خصوصا ان الميزه اللي عنده ان لعيبته كلها اتسجلت في القائمتين، القائمه الافريقيه والقائمه المحليه وقائمه السوبر، فبالتالي عنده المساحه. غير مثلا لو اتكلمت على الزمالك اللي هو المنافس في الماتش بتاع السوبر، ما كانش عنده القدره دي لانه سجل لعيبته متاخر، فما لعبوش ماتشات الدور التمهيدي في بطوله الكونفدراليه، اللي هم طبعا مشلاك وعمر فرج ومحمود بنتايج ومحمد حمدي، اللعبه دي ما قدرتش تلعب مع الزمالك، ولعب بنفس تشكيله اللي لعب بيه الموسم اللي فات. فعشان كده الفرصه مختلفه عند كولر. طبعا عنده للاسف اصابه اشرف داري ممكن تمنعه من ان هو يبقى موجود في مباراه النهارده، ولكن شفنا يحيى عطيه الله شارك في مباراه الذهاب، وممكن تشوفه برده النهارده هيعمل ايه. يعني هنشوف كولر هيعتمد بشكل اساسي على التشكيله الرئيسيه اللي بيلعب بيها دايما، عشان مباراه جورماهيا دي هي الاخر اعداد بالنسبه له قبل السفر للسعوديه. طب الغيابات ايه تاني يعني غير اشرف؟ ايه الغيابات اللي ممكن الاهلي، يعني انا عارفه انه مش هيبقى في تاثير سلبي عليها، لكن ايه الغيابات اللي هتبقى موجوده في الاهلي؟ بص هو ما فيش غيابات كتير، يمكن وفقا لقرار كولر يحيى عطيه الله كان المفروض محطوط له برنامج عشان يرجع من خلاله مش من الاصابه، لان هو لاحظ ان وزنه زايد شويه، فمحتاج ان هو يظبط موضوع وزنه. يحيى عطيه الله صفقه جديده جايه بالنسبه للنادي الاهلي، وجاي من فتره راحه طويله، لان الدوري هناك هو كان بيلعب في روسيا، فالدوري هناك منتهي من بدري، وده اللي خلاه خارج حسابات المنتخب المغربي في الفتره الاخيره بسبب ان فريقه موقف ماتشات بقاله فتره، فهو حاطط له برنامج. هل هيعتمد عليه النهارده او لا، وفقا هيبقى لقرار كولر. هو عنده بدلاء كتير في المكان ده برضو، ممكن يعتمد على عمر كمال عبد الواحد او يعتمد على كريم الدبيس، الاثنين اوبشنز موجودين، في ظل طبعا غياب علي معلول الطويل بسبب الاصابه في ووتر اكيلس من الموسم اللي فات. فده يمكن الغيابين الوحيدين اللي بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن بقيه اللعيبه جاهزه، اللعيبه الاساسيه كلها جاهزه، امام عاشور موجود، حسين الشحات موجود، وسام ابو علي قلب الدفاع طبعا موجود، رامي ربيعه وجنبه هيلعب ياسر ابراهيم، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك رايت، مفيش حد تاني يعتبر يعني غايب، يعني الفرقه الاساسيه كلها موجوده، مفيش حد تاني غايب غير اشرف داري، واحتماليه غياب يحيى عطيه الله للتجهيز البدني بس. تمام.